يتميز العالم العربي بكثرة المبدعين والفنانين والمثقفين، لأن الفن والثقافة والإبداع في العالم العربي له تاريخ طويل، وهذا الشيء راح نشوفه من خلال حلقاتنا. القدير المعروف عبد الحميد السيد، مطرب مشهور من مواليد سنة 1938، واحد من أهم عناصر ازدهار الأغنية الكويتية. اشتغل في بداية حياته في إذاعة الكويت، وكان هذا بين عامين 1952 و1958، وبنفس هذه الفترة كان يعمل كاتب في الإدارة العامة للجمارك. عاد عاد تهجرني ولا تسأل أبد عني، كفاية عاد عاد تهجرني ولا تسأل أبد عني، تعال ورجع ورجع وكلمني، تعال ورجع ورجع وكلمني، واصلني واصلني ولو مرة مرة. انتقل للعمل كموظف في وزارة الشؤون الاجتماعية، وهناك لقى اهتمام كبير من الفنانين الكبار مثل حمد رجيب ومحمد النشمي، وكان وقتها أهما من كبار موظفي هذه الوزارة. وبعدها راح وانتقل وحول عمله إلى وزارة الإعلام الموقرة. غرامي غرامي دللك زانك بعيني 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 وجملك، داوم سؤالي وحيرتي وخبرني خبرني شلي بدلك، خبرني خبرني شلي بدلك، قلي غرامي. تلمذ عبد الحميد السيد على يد الفنان محمد حسن صالح، وكان يعلمه القواعد والنوتة الموسيقية، وتعلم بشكل شخصي على العزف على آلة العود، وكانت أول حفلة له غنائية جماهيرية شارك فيها سنة 1963 في سينما الأندلس، واللي قدم فيها أغنية صد عني ومال، وكانت هذه الأغنية من ألحانه. صد عني ومال بعد ذاك الوصال، صد عني ومال بعد ذاك الوصال، شافي مني الهوى، شافي مني الهوى، وانسانا في دلال، وانسانا في دلال. انتقل عبد الحميد السيد عام 1958 إلى مركز الفنون الشعبية، وهناك لقى كل الترحيب والتشجيع من زملائه الفنانين الكويتيين مثل سعود الراشد وأحمد الزنجباري وأحمد باقر وشادي الخليج، وكانوا دائما يتقنون الأغاني الجميلة اللي قنتها الراحلة أم كلثوم والراحل محمد عبد الوهاب. على اللي شوق قلبي قلبي غرامة، قلبي قلبي غرامة، يلا يلا سلام، يلا يلا سلام، يلا يلا سلام، يلا يلا.
تعتبر أغنية هيلا يا رمانة من أشهر أغاني عبد الحميد السيد، وهي كانت من ألحانه، وأيضا لحن عبد الحميد السيد خلال مشواره الفني الطويل مجموعة كبيرة من الأغنيات العاطفية والوطنية، طبعا لعدد كبير من الفنانين ومن أشهرهم الراحل عبد الحليم حافظ، وكانت الأغنية الملحنة الجميلة بعنوان يا هلي. أنا أراضيها وبروحي أفديها، أنا أراضيها وبروحي أفديها، أنا أراضيها وبروحي أفديها، أنا أراضيها وبروحي أفديها، بس لا ألاقيها في يوم زعلانة، في يوم زعلانة، بس لا ألاقيها في يوم زعلانة، في يوم زعلانة. الفنان الراحل عبد الحميد السيد كان يحب ويعشق صوت أم كلثوم، وأيضا كان يحب صوت الموسيقار الكبير الراحل محمد عبد الوهاب. غيب الموت الفنان والملحن الكويتي عبد الحميد السيد ورحل عنا، وترك لنا الإبداعات الفنية الموسيقية والغنائية القديمة اللي رسخت في الذاكرة إلى يومنا هذا. راح استعرض لكم في الحلقات الجاية شخصيات مختلفة وفنون متنوعة من كل مكان وكل زمان. شكرا لكم ومع السلامة. Thank you.